تسابق غزة الزمن كي تلملم ما استطاعت من جثامين احتجزتها فصول القتال، ويغتنم الغزيون كل ثانية من الهدنة ليجمعوا بقايا مقتنيات ثمينة في ذكرى مدينة. إلا أن صيحات الطلقات الطائشة تبقى لتذكرهم بأن الأمان المؤقت الذي ينعمون به واهن أيضا. فأرفع ثلاثة مسؤولين منوط بهم قرار الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، مصممون على القتال مهما تمددت هدن تبادل المحتجزين المدنيين. وعودة القتال ليست الهاجس الأقدم لدى الغزيين، إنما توسع رقعتها نحو الجنوب، وهو السيناريو الذي حذرت من تداعياته صحيفة The Economist. الصحيفة البريطانية قالت إن المسؤولين الإسرائيليين مترددون في الأفصاح عن عزمهم نقل المعارك للجنوب نظراً لتكدس المدنيين المهجرين من الشمال في جنوب القطاع، إضافة إلى سكانه الأساسيين. ورجحت The Economist أن يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى سياسة القضم التدريجي بالتجزئة لتكون البداية من مدينة خان يونس، حيث يدفع الفلسطينيون للنزوح نحو ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي منطقة إنسانية بمحاذاة الشاطئ. وأشارت الصحيفة إلى حزمة الخيارات المرة التي سيختار من بينها الغزيون في أن يتكدسوا في شريط مهجور على الشاطئ أو الاختباء في منازلهم المزدحمة بالأساس، وما سيترتب عليها من تداعيات مريعة. The Economist تطرقت أيضاً إلى أن مقاتلي حماس سيستبسلون في القتال بمعقلهم الأخير في الجنوب، لافتة إلى التذمر الحاصل في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة بين أولئك المنتشرين في الشمال المدمر. هي حرب لم تغلق فوهات مدافعها بعد، ومع نذر تمددها نحو الجنوب يخشى الغزيون أن تكون الهدنة هذه ليست سوى برهة سلام واحدة قصيرة تفصل بين محنتين طويلتين ثانيتها أقسى من الأولى.